اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فيديو النهارده ان شاء الله هنشوف دايره سوفت ستارت او البدء السلس للمحركات والاحمال. يعني لو عندنا محرك زي ده 12 فولت، لما بنيجي نشغله على 12 فولت بيحصل فيه هزه شديده وسحب تيار عالي، ولكن احنا محتاجينه عند البدء يبدا بلفات بطيئه ثم ياخد السرعه القصوى بتاعته. كذلك اي اضاءه لو حابب تبدا باضاءه 50% ثم بعد ثانية أو ثانيتين تاخد الإضاءة القصوى بتاعتها. إزاي هنعمل الدايرة دي بأبسط طريقة وبأبسط تكلفة؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. طبعاً ما تنسوش كل يستفاد من فيديو النهاردة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة لو أول مرة تتابع فيديوهاتنا وتفعيل زر الجرس، ونلتقي بعد الفاصل. تعالوا مع بعض زي ما اتعودنا نرسم مخطط الدايرة في الأول. والمكونات الرئيسية بتاعتنا النهاردة هي الريلي والمقاومة الـ NTC. الريلي معانا اهو خمس اطراف، طرفين كوير والكومن ونورمال كلوز ونورمال اوبن، والمقاومة الـ NTC وشرحناها في فيديو سابق بالتفصيل، رابط الفيديو هتلاقوه في الديسكريبشن اللي حابب يعرف كل حاجة عن الـ NTC. ولكن باختصار الـ NTC هي مقاومة تنخفض قيمتها بارتفاع درجة الحرارة. تعالوا نشوف مع بعض. ده مخطط الريلي، طرف من اطراف الكويل او الملف، وادي الملف والطرف التاني من كويل الريلي. في هنا كومن او طرف المشترك ونورمالي كلوز ونورمالي اوبن، وطرف كويل الريلي هنوصله مع المقاومة الحرارية او الـ NTC، وده الرمز بتاعها وقيمتها 10 أوم، لأن طبعا القيمة بتتغير عند 25 درجة سيليزيوس. في منها 20 أوم وفي منها 5 أوم وفي قيم تاني، ولكن كل اللي بنستخدمه من 5 لـ20 أوم. الطرف ده هيوصل تيار لكويل الريلي، وفي نفس الوقت هنوصله مع طرف من أطراف اللود أو الحمل. ده هيعتبر الموجب أهو، موجب المصدر 12 فولت، هيوصل تيار لكويل الريلي وموجب الحمل، وسالب الحمل بيكون مع سالب الباور والطرف التاني من كويل الريلي. اذا هنا السالب وهنا الموجب. في المرحلة دي التيار هيمر من خلال المقاومة الحرارية، طبعا هينخفض التيار وهيحدث فرق جهد على المقاومة. لو افترضنا في بداية مرور التيار وقيمة المقاومة 10 اوم هيكون فرق الجهد على المقاومة 6 فولت، وفرق الجهد على كويل الريلي والحمل هيكون 6 فولت. اذا المقاومة تقاسمت الجهد مع كويل الريلي والحمل، 6 فولت للمقاومة و6 فولت للحمل وكويل الريلي. خدنا في فيديو جهود الريلي ان في جهد معين بيبدأ عنده تشغيل الريلي، مش شرط يكون الجهد القياسي للريلي. يعني الريلي اللي معانا 12 فولت قلنا بيشتغل عند 75% من الجهد بتاعه، يعني عند 9 فولت ممكن يبدأ عمل الريلي. والفيديو ده هسيب لكم رابط ليه في الديسكريبشن طبعا اللي عايز يعرف كل حاجة عن جهود الريليهات. بعد مرور تيار في المقاومة بيحدث فرق جهد زي ما قلنا 6 فولت مضروبة في التيار، ده بيكون الباور ديسيبيشن على المقاومة، وبالتالي درجة حرارتها ترتفع وتنخفض زي ما قلنا القيمة مع ارتفاع درجة حرارة حتى تصل لي مثلا 5 أوم. طالما ان القيمة انخفضت الجهد على المقاومة هينخفض، فهنخفض مثلا ل 3 فولت. دي كلها ارقام افتراضية. لما يكون 3 فولت على المقاومة الحرارية هيكون باقي الجهد اللي هو باقي ال 12 على الحمل وعلى كويل الريلي، اذا هيصبح 9 فولت. الريلي ال 12 فولت قلنا الملف بتاعه بيبدأ تكون فيض مغناطيسي والعمل عند ال 9 فولت، بداية من ال 9 فولت. اذا عند ال 9 فولت او بعدها بلحظات يعمل الريلي وتنتقل الريشة من النورمالي كلوز للنورمالي اوبن، وبالتالي يتصل نورمالي اوبن مع الكومن. في اللحظه دي احنا محتاجين الحمل كان شغال على 6 فولت ثم 9 فولت، احنا عايزينه حاليا يشتغل على 12 فولت كاملين، وبالتالي ممكن نوصل الطرف الثاني ده اللي هو بيكون مع الموجه هنوصله مع النورمالي اوبن، والكومن هنوصله مع موجب المصدر بالشكل ده. طيب يبقى حد يقول لي دلوقتي التيار هيمر ازاي في الحمل اهو.
عند وصول الجهد على كويل الريلي لل 9 فولت هتنتقل الريشه زي ما قلنا من النورمالي كلوز اللي مش موصله بحاجه مع النورمالي اوبن، وبالتالي هنوصل الكومن مع النورمالي اوبن، والنورمال اوبن موصل مع الطرف الثاني من الحمل، والكومن موصل مع الموجب. اذا التيار هيمر من موجب المصدر للكومن للطرف الثاني من الحمل، وفي طرف موصل مع السالب، اذا هيعمل بال 12 فولت. كده قدرنا ندرج تيار الحمل من ال 6 فولت ل 9 فولت ل 12 فولت، وبالتالي بيعمل سوفت ستارت. ده مخطط دايرتنا، وتعالوا مع بعض نشوف هننفذ ازاي. معانا الريلي اهو، هنوصل المقاومة الحرارية مع طرف من أطراف الكويل، وهنوصل الكومن مع الموجب وهو الطرف الأول من المقاومة الـ NTC. طيب هنوصل الطرف الثاني من المقاومة الـ NTC مع normally open زي ما خدنا في المخطط، عشان كده الحمل هيكون موصل عند تشغيل الريلي مع الموجب مباشرة. وهنستخدم لمبة 12 فولت عشان نشوف التدريج في الإضاءة، طرف مع النورمالي اوبن، والطرف التاني هنوصله مع طرف كويل الريلي اللي هياخد السالب. زي ما قلنا هنستخدم ريلي مناسب للحمل. الحمل 6 فولت والمصدر 6 فولت، اذا نستخدم ريلي 6 فولت. الريلي اللي معايا 12 فولت، والحمل 12 فولت، والمصدر 12 فولت. هنا السالب، تعالوا نشوف ال 12 فولت مباشر على اللمبه من خلال السوفت ستارت او المقاومه الـ NTC. زي ما حضراتكم شايفين صوت الريلي والفول باور وصل للمبه. طيب نشيل تاني ونجرب إضاءة بالتدريج ثم الفول باور. طيب تعالوا مع بعض نجرب موتور، وأساسا الدوائر دي بتستخدم للمحركات. موتور 12 فولت، سالب اهو، هنوصل كده مباشر ونشوف حركة الموتور. زي ما حضراتكم شايفين العزم قوي طبعا، لان التشغيل بالفول باور مباشرة من لحظة السكون. طيب تعال نشوف مع دايرتنا، اشتغل في الاول بباور ضعيف ثم صوت الريلي واشتغل بالفول باور. نشيل تاني، ده تشغيل الفول باور العادي المباشر، وهنا من خلال الدايرة سمعنا صوت لقطة الريلي بعد تشغيل الموتور بباور ضعيف في حدود الثانية الواحدة، وبالتالي كده بنتفادى الستارت كارنت اللي بيكون عالي وهزة الموتور او اهتزازة الموتور عند بدء التشغيل. اتمنى كل الاستفادة من فيديو النهاردة، ادعمنا بلايك ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.